ערב טוב על הכל חברים. יום שחור להנהג את כל הצפה. יום אסווד לקיית תג'ש כולו. اليوم ومبارح كمي أسوأ أيام إسرائيل ولسه الحبل على الجغر. من يوم ما إجت هاي الحكومة كنا والله ما راح نشوف الخير أبدا. تكشفوا تشافين مدينة إسرائيل. اسمعوا يا سكان دولة إسرائيل، ما في قدامكم إلا إنكم تطلعوا مظاهرات ضد حكومتنا المتطرفة اللي تسببت مقتل المستوطنين مبارح في حوارة واليوم في أغيحة. أغيحة بطلت مغيحة. أغلطوت ممشلات إسرائيل كانت سيئة جدا في التعامل مع الفلسطينيين، وهي النتيجة. منفذ عملية أغيحة اليوم حقق سيارته بعد ما نفذ العملية وانسحب من المكان وهو بقصد قصدغة. وتبع حوار امبارح من نقطة السفق طيح مخهم. على عينك يا تاجر، وين أمن إسرائيل العظمى؟ وين مخابراتها وأجهزتها اللي بتتباهى إن أقوى أجهزة مخابرات في العالم؟ إحنا صرنا مسخرة قدام أبطال فلسطين. أيوة والله إنهم أبطال اللي قدروا يخبطوا على غصنا واحد واحد.